للحديث أكثر عما خرج به تقرير الاستقرار المالي للعام الماضي معنا وزير تطوير القطاع العام الأسباق الدكتور ماهر المدادح. أهلا وسهلا بك دكتور ماهر. بحسب هذا التقرير يعني ما لا أعرف إذا كنت قد اطلعت على تفاصيله، ولكن من الواضح أنها هي مؤشرات إيجابية للاستقرار المالي الأردني ومتانة القطاع المالي بشكل عام. ما هي أهم المؤشرات التي من الممكن أن تكون يعني تدعو إلى التفاؤل إلى حد ما في المرحلة المقبلة بعد جائحة كجائحة كورونا؟ نعم، شكرا على الاستضافة. باعتقادي أنه وكما ذكرتي بالتقرير أن هذه الجائحة ضربت كل الاقتصادات العالمية وأدت إلى تراجع النمو في معظم اقتصادات العالم، والأردن ليس غريبا عن ما جرى في العالم. تراجع النمو الاقتصادي في الأردن في خلال عام 2020 كان متوقع أن يتراجع سالب 3.4، لكن الحمد لله نتراجع بنسبة أقل ل 1.6. هذا الكلام يعني ادى الى نتج عن الاغلاقات والاحتياطات اللي اخذت لمواجهه هذه الجائحه، ومنها توقف النشاط الاقتصادي وتوقف حركه النشاط بكل قطاعاته. هذا انعكس سلبا حقيقه على النمو الاقتصادي الاردني، وبالتالي يعني خرجت هذه العام بعام استثنائي يختلف عن الاعوام السابقه التي لم يكن فيها الجائحه. أما مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي في القطاع أو استقرار القطاع المالي، باعتقادي كان هناك سياسات على المستويين المالي والنقدي من الحكومة والبنك المركزي ساهمت لدرجة كبيرة في الاستقرار لهذا القطاع، القطاع المالي. فكانت إجراءات الحكومة والبنك المركزي تتمثل في ضخ مزيد من السيولة في السوق وفي الجهاز المصرفي، والبنك المركزي قام يعني بإجراءات مباشرة بتأمين تمويل لمشاريع وللشركات الصغيرة والمتوسطة، أيضا قام بالتعامل من خلال أسعار الفائدة واتفاقيات الشراء، أيضا يعني نفذ برامج للتمويل للبنوك وتقديم تسهيلات من خلال تقليل نسبة الاحتياطي القانوني، وبالتالي وفر حجم وحي سيولة أعلى للجهاز المصرفي لتأمين متطلبات التمويل بالسوق. نعم. ايضا يعني البنوك قامت باجراءات كثيره من خلال اعاده جدوله الاقساط والفوائد المترتبه على المدينين من الافراد والشركات، وبالتالي سمحت بنوع من الثبات المالي واعاده هيكل لكثير من القطاعات الاقتصاديه والشركات للمحافظه على بقائها في السوق ويعني استمرارية عملها. نعم، يعني دكتور ماهر هناك الكثير من المؤشرات. نعم. التي يعني نحب أن نفهم ماذا تعني، وهل هو صحيح؟ نعم. يعني وصححني إذا كنت يعني قد أخطئ في استنتاجي، ولكن ارتباط الفرد الأردني بالقطاع المالي بشكل أو بآخر، يعني عندما نقول أنه معدل العبء المالي على الفرد هو 45% من دخله، طبعا ارتباط المواطنين بشكل كبير أو لنقل أنه الدخل هو كموظف، ارتباطه يمكن بمؤسسات كبيرة واستراتيجية، إلى أي مدى ساهم في متانة أو حصر نسبة الخسارة بشكل أو بآخر، وهل هي لها علاقة بهذا اقتصاديا؟ نعم، يعني شوف الاستقرار في الجهاز المصرفي حقيقة يؤخذ من خلال مؤشرات منها كفاية رأس المال، وبالتالي لم تتأثر كفاية رأس المال كثيرا في عام 2020 نتيجة الجائحة، وبالتالي حافظ الجهاز المصرفي يعني درجة المخاطر فيه لم تكن بالمستوى الخطر. لذلك أيضا نسبة السيولة في الجهاز المصرفي كانت عالية ونسب الائتمان كانت مرتفعة، أيضا حجم الربحية بالرغم من أنها انخفضت في عام 2020 هذا بالنسبة للجهاز المصرفي انخفضت بسبب أخذ احتياطيات مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها نتيجة الأوضاع اللي كانت غير مستقرة في هذه الجائحة. أما ارتباط الأفراد حقيقة يعني زبائن أو المتعاملين مع البنوك والذين يعني بحاجه للتمويل هم نوعين، هم الافراد والمؤسسات، وبالتالي احنا الجهاز المصرفي عندنا كثير من عملائه مع مستوى الافراد، والافراد ان ترتفع هذه النسبه، نسبه العبء حقيقه مقاسه بمستوى الدخل وبمستوى يعني تكاليف الحياه، عندما تكون الدخول مرتفع لدى الافراد بيكون العبء خدمه الدين او عبء الاقتراض يعني خدمه الاقتراض اقل مما لو كان الدخل يعني منخفض. هذا 45 حقيقه هي ليست سهله وليست قليلة هذه النسبة مقارنة مع الدول الأخرى نسبة الدخل فيها عالي، لذلك احنا بنقول انه ما ارتفعت كثيرا نتيجة الجائحة. لما بنحكي في 2019 كما ذكرت في التقرير كان 43% وارتفعت ل 45، يعني ارتفاع طفيف
لا يشكل يعني سابقة أو لا يشكل مستوى خطر من هذا العبء. ولكن نحن نتحدث عن 50% تقريبا من الدخل، يعني قرابة يعني 50%. لا تنسي احنا معظم تقريبا 45 احنا بنحكي عنها، لا تنسي انه احنا كثير من الافراد معتمدين على البنوك وعلى الجهاز المصرفي في تمويل متطلباتهم المعيشيه، وخصوصا موضوع العقار اللي هي السكن، موضوع الاقتناء الكماليات بالسيارات، الحاجات الاساسيه قد يضطر للاستهلاك لها، في عندنا الاقتراض بالتجزئه، يعني ممكن هذه الافراد لن تنتهي حاجتهم الى الجهاز المصرفي والاحتياجات التمويليه من البنوك، وبالتالي هذا مؤشر ايضا اخر انه قدرتهم على الادخار منخفضة قليلا نتيجة انخفاض الدخل العام بشكل رئيسي. يعني طيب عندما يعني تحدثت عن وبالتالي يعتمدوا على الاقتراض من البنوك. نعم، يعني أريد أن أربط هذا الموضوع نعم. وهذه النسب بموضوع النمو الاقتصادي، يعني إن كان من ناحية السيولة، من ناحية الإنتاج نعم. وتحريك عجلة الاقتصاد، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه سلوك الاستهلاكي للفرد الأردني، يعني إذا ما يعني أخذنا موضوع السكني لحاله، القطاع السكني أو السبب لبعض الإقراض بأكثر من 5 مليار العقاري هي لأسباب يعني اقتناء نعم. السكن أو يعني الرغبة في شراء شقة. فيعني برأيك هذا السلوك الاستثماري يعني هو يعني في ارتفاع في حجم الاستهلاك لغايات العقار أو لغايات السلع الرئيسية اللي معتمد عليها المواطن الأردني، لكن احنا هذا المؤشر قد يكون ارتفع لسبب انه لتأجيل هذه الدفعات من الاقساط والفوائد اللي ترتبت في عام 2020 رفعت من مديونيه هذول الناس امام الجهاز المصرفي، لانه ايضا بتعرفي انه البقاء للديون بدون تسديد هي بتزيد من العبء على الدخل، لانه في النهايه تحركت هذه الاقساط لتجدول مره اخرى، اي بمعنى كانه اعاده هيكله الدين على هذول الافراد مقابل هذه البنوك، وبالتالي ارتفاعها 45 نتيجه تأجيل دفع الاقساط والفوائد خلال عام 2020 مما ادى الى زياده المؤشر استهلاك الناس للقروض او استعمالهم للقروض من خلال الجهاز المصرفي، ليست هي اقتراض مباشر كما كان يحصل في عام 2019. نعم، يعني سريعا نعم، وبالتالي يظهر المؤشر مرتفع اكثر يعني. نعم، يعني دكتور ماهر قبل ان ننتقل فضل. يمكن عالميا لموضوع ايضا تلقي الجهاز المصرفي الصدمات، يعني نحن نتحدث ايضا عن مؤشرات عالميه ليست مبشره، يعني نحن من الممكن ان نكون يعني في بدايه ازمه اقتصاديه جديده خاصه مع ازمه النفط وغيرها، كيف ترى الجهاز المصرفي سيكون صامد ايضا على تلقي ضربات جديده؟ نعم، يعني حقيقة الجهاز المصرفي الأردني تعرض لضربات أو تعرض لضغوطات أشد مما نتوقعه حاليا اللي هي خلال الجائحة، وبالتالي انخفضت إيرادات السياحية وانخفضت عنا تحويلات من برا تقريبا حوالات العاملين، الصادرات تراجعت، هذه كان سبب الضغوط على الجهاز المصرفي في الحصول على الأموال، لكن في النهاية ما دام الجهاز المصرفي عندنا كان بالكفاية المطلوبة وبالتالي كفاية رأس المال عنده كانت عالية وحجم السيولة والائتمان عنده عالي وربحيته لم تتراجع كثيرا، تراجعت بسبب أخذ مخصصات المدينة، هذه مؤشرات على متانة واستقرار الجهاز المصرفي، وبالتالي أنا باعتقادي بعد يعني انفتاح القطاعات الاقتصادية وبعد إعادة النمو أو بمعنى إعادة النشاط والدورة الاقتصادية للحياة مرة أخرى، هذا يعني سيقلل من الضغوط التي مر فيها الجهاز المصرفي، وبالتالي بالرغم من التأثيرات العالمية سواء من أسعار النفط أو من قضايا أخرى عالمية، لكن يبقى التأثير أو الضغوطات المستقبلية لن تكون بنفس الحدة اللي مر فيها الجهاز المصرفي أثناء فترة كورونا. نعم، وبالتالي يعني لا خوف لأن ما زلنا في مستوى آمن من حيث الاستقرار المالي والنقدي. نعم، يعني سريعا دكتور ماهر تعليقك نعم. على موضوع أيضا المؤشرات فيما يخص النشاط الاقتصادي للنساء، يعني عندما نتحدث عن تقريبا 35 إلى 37% من المودعين هم من النساء، ماذا تعني هذه النسبة؟ يعني شوف هو في النهاية احنا لا نميز بين النساء والرجال في الجهاز المالي لأنه في النهاية هم مودعين وهم أفراد يتعاملون مع الجهاز القطاع المصرفي، لكن هذا يعطي دلالة أخرى على نشاط المرأة الأردنية من ناحية اقتصادية، وبالتالي لما بيكون ارتفاع نسبة الودائع لدى النساء الأردنيات في القطاع المصرفي هذا يعني أنه اكتسبن دخل وبالتالي حاولا يعني عمل وفر أو ادخارات معينة وودعت في الجهاز المصرفي، هذا يؤشر على ارتفاع يعني درجة النشاط الاقتصادي والحيوية الاقتصادية لدى المرأة الأردنية، وهو مؤشر إيجابي ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويساهم في أيضا في كفاءة ورفع يعني رفع درجة السيولة في الجهاز المصرفي
وتوفير التمويل والائتمان نعم. لطالبيه. شكرا لك وزير تطوير القطاع نعم. العام الأسبق دكتور ماهر المدادحة، شكرا جزيلا لك.